حددت اللجنة العليا القطرية للمشاريع والإرث والمنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2022 يوم 1 إبريل المقبل موعد لسحب قرعة نهائيات العرس الكروي العالمي. سيتم سحب القرعة في مركز المعارض والمؤتمرات في العاصمة القطرية الدوحة، وبحضور يتكون من 2000 ضيف من مختلف دول العالم. تشكل بطولة كأس العالم في قطر واحدة من البطولات الفارقة في تاريخ اللعبة، حيث تعتبر أول نسخة من البطولة تقام مبارياتها على 8 ملاعب متقاربة من بعضها البعض، مما سيمكن الجمهور ووسائل الإعلام من متابعة أكثر من مباراة من داخل الملعب في يوم واحد. وتفتتح البطولة بإستاد البيت بمنطقة الخور يوم 21 نوفمبر القادم، على أن يقام الختام على ملعب إستاد لوسيل في يوم 18 ديسمبر من العام الحالي. بشكركم مشاهدينا، ادعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل رمز الجرس ليصلكم منا كل جديد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.